الحمد لله وعدت الحمد وأصبح لله. منتخب مصر خلاص متأهل في المركز الثاني في المجموعة، وهيقابل فريق قوي جدا جدا وصاحب خبرات وبطل عالم يعني فريق الدنمارك. كابتن محمد إبراهيم، إيه اللي منتخب مصر محتاجه علشان يعني يقدر ينافس ويقدر يعدي المباراة المهمة دي أمام الدنمارك؟ هو مبدئيا الدنمارك طبعا منتخب ولا كلمه، يعني منتخب كلاس ايه طبعا في اوروبا وبطل العالم، لكن هو جاي ناقص في اعداد اللعيبه بتاعته طبعا، ده ما نقدرش ننكره. هو مدجج بالنجوم لكن برضو عنده اثنين او ثلاثه من اللعيبه الاساسيه بتاعته، يعني هو في لعيب اسمه لوجي ده جاله رباط صليبي قبل البطوله، ده من اجمد لعيبه في العالم، بيعرف فيسبر من المجري. في توفت هانسن ده لاعب دايره على اعلى مستوى برضو اتصاب قبل البطوله فما جاش. في حاليا هانسن بقاله ماتشين ما بيلعبش، ده نجم العالم يعني، او زي ده كريستيانو رونالدو الهاندبول يعني، ده بقاله ماتشين ما بيلعبش وفي علامات استفهام كتير حول الموضوع ده، بقاله ماتشين بره القايمه. مايكل هانسن بالظبط، ميكيل هانسن هو حاليا في هاله من الغموض حواليه، بقاله ماتشين بره القايمه رغم ان هو سليم ويعني موجود، محدش عارف، محدش عارف. هو ده اللي احنا اللي الناس كلها بتتكلم، حتى المدرب لا اكيد بيتسال في مؤتمر صحفي ليه ما لعبش، هم مكتمين جدا ومعتمين جدا على الموضوع ده ومفيش اي اخبار بتقال، كل اللي اتقال عنه ان عنده مرض، شايلون التقيل ربنا بالاضافه النهارده لندن في مباراته مع كرواتيا خرج مصاب، وده يعني نوير كره اليد ده حارس المرمى طبعا حاجه مرعبه يعني، بس البديل برده مش بعيد، مولر مش بعيد مولر برده على مستوى عالي برده. فهو طبعا منتخب الدنمارك منتخب قوي جدا، لكن في ظل عدم وجود العناصر دي انا شايف المباراه في الملعب واحنا قادرين ان شاء الله نربع ذهب يعني وليه لا، يعني احنا عملنا الصعب او عملنا او المباراه اللي فاتت كان فيها ستريس جامد جدا، ان انت عايز ما تقلش عن اللي انت عملته السنه اللي فاتت او البطوله اللي فاتت، فانت كان الهدف التارجت بتاعك الرئيسي ان انا اخش جوه الثمانيه الكبار، فالستريس خلاص اتشال، انت نازل تلعب مباراه بتحلم، مفيش ستريس مفيش ضغوط، بتلعب بطل عالم. فانا وجهه نظري ان منتخب مصر هيعمل مباراه افضل من المباراه اللي عملها قدام سلوفينيا، انه بيلعب بدون ضغوط وبيلعب نجوم العالم، فهينزل يستمتع، ده رقم واحد، وده بيشيل ضغوط من عليهم مثلا بنسبه 100%، فليه لا؟ ليه ما نكسبش؟ ودايما